شباب مؤهل في مجال الرقمنة اللي تبارك عليهم. كان عندي الشرف اليوم أنني نعقد لقاء تشاوري مع المواطنات والمواطنين ديال جهة رباط سلا القنيطرة اللي كان بحضور السيد الوالي والسيد رئيس الجهة. الهدف من هذا اللقاء هو نسمعوا المواطنات والمواطنين الأفكار ديالهم، الآراء ديالهم، الاقتراحات ديالهم والمشاكل اللي يمكن تعانيوا منها في مجال الرقمنة. بغيناهم كلهم يدخلوا في الصياغة ديال هذه الاستراتيجية الوطنية الرقمية اللي عندها ثلاثة ديال المحاور أساسية. المحور الأول هو أنه المغرب يولي عنده خدمات رقمية عمومية سهلة بسيطة وشفافة. المحور الثاني هو أنه المغرب يولي بلد منتج التكنولوجيا الرقمية عبر جلب استثمارات أجنبية كبرى، وأيضا عبر تطوير الشركات الناشئة المغربية اللي يمكن لها تصدر المنتوجات ديالها للخارج. المحور الثالث هو الشمولية الرقمية. الرقمية بغينا المغاربة كلهم يستفدوا منها في جميع الجهات، في جميع الفئات، كل شيء يستفد من هذا الرقمنة. عندنا اليوم لقاء تشاوري حول الرقمنة وشنو هو الدور ديالها في حياة التعاونيات. هو دورها مهم لأنها دور حياتي بالنسبة لنا. الآن ما يمكنش شي حاجة نخدمه بها بلا رقمنة داخل المغرب وخارج المغرب، وتنتمنوا أن هذه الرقمنة نمشوا بها في إطار أوسع. وبالنسبة للرقمنة كما لها إيجابيات لها سلبيات، ولكن الإيجابيات ديالها هي أكثر من السلبيات. لأن من الإيجابيات ديالها أننا الحمد لله انفتحنا على أسواق متعددة داخليا وخارجيا، وخدمنا بها حتى في جهات أخرى بما أننا كنا نمثلوا المغرب في أبوجا في أقرب لقاء اللي كان في الشهر السابق، وتنتمنوا أننا نمثلوا بها المغرب في جميع أنحاء العالم إن شاء الله، ولأن هي عاونتنا في التسويق. ودابا تنتمنوا أننا نديروا تكاوين عديدة ماشي تكوين واحد باش نزيدوا نحلوا واحد المجال كبير على التعاونيات وخصوصا التعاونيات النسائية. اللقاء اليوم ديالنا في هذا الورش التشاوري حول الرقمنة من طرف الوزارة ديال الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. بالنسبة لهذه الرقمنة فهي جد مهمة بالنسبة لنا، لا على الصعيد الشخصي ولا على الصعيد العملي. فبالنسبة للصعيد العملي سنحتاجوها بزاف بالنسبة لتسويق المنتوجات ديالنا سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. احنا فرحانين بزاف لهذا اللقاء باش الناس يتعرفوا على المنتوج ديالنا ونبيعوه بطريقة حديثة. اللي ممكن نبداو بها في شي تجربة نموذجية من غدا. تعاونوا موجودين، تعاونوا الزيتيه موجودين.